أعزائي السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد من قناتي على يوتيوب. هذا الفيديو راح يكون فيه رسائل جدا مهمة وأهم فيديو أعملته لحد الآن، بفيد الكل، بهم الكل، لهيك رجاء احضروا للآخر. بس قبل لبلش فيه بحب أهني الأمة الإسلامية بحضور أهم شهر وأهم فرصة في السنة واللي هي شهر رمضان الكريم. إن شاء الله الله بعيدها علينا وعليكم في الصحة والعافية، وبحمل كثير تغييرات إن كان على مستوى أفراد أو على مستوانا كأمي ككل. بدون ما أطول عليكم منفوت في موضوع الفيديو. السلام عليكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسلسلة الشياطين. رواه البخاري ومسلم. هذا الشيء يعني أن رمضان هو فرصة ذهبية وتكون فيه أبواب الجنة مفتوحة وأبواب النار مغلقة، والشياطين ليس لها تأثير علينا، لذلك هو فرصة ذهبية لنستغل هذا الشهر للكثير من الأشياء. طبعا الكثير من الأحاديث وكثير من العلماء في الدين بذكروا أهمية وكمية الحسنات والشغلات الإيجابية في هذا الشهر، إلا أنه أنا راح أتطرق لشغلة أخرى. كيف شفنا في السنوات الأخيرة وتحديدا في الأزمان اللي المحطات التلفزيونية العربية وبعد ذلك في وسائل التواصل الاجتماعي، صار رمضان هو موسم لترويج الكثير من المسلسلات والكثير من الأعمال اللي كان هدفها بس إلهاء الناس والتسلية وإضعاف وإخراج شهر رمضان من معناه ومن المغزى تاعه اللي أجى عشانه الحقيقي. طبعا المغزى الأساسي لهذا الشهر هو العبادة، والعبادة هي ليست فقط صلاة وصوم وزكاة وحج وكل هالأشياء، إلا أنه في شغلات اللي هي جدا مهمة وبتنقصنا كالمجتمع، وعكس هاي الأشياء اللي بتنقصنا هو الموجود حاليا واللي هي تجارة التفاهة والتفاهة المنتشرة في كل مكان. شخصيا ولمن يعرفني أنا لست ضد المرح وضد الترويح عن النفس وتغيير الجو، ولا تكون في الحياة جديا كل الوقت، إلا أنه كل وقت له مزاج وفي كل وقت وفي كل مناسبة في الأشياء الصح إنه الواحد يحكيها والشهيرات الغلط. اللي بصير إنه إحنا بالفترة الأخيرة رمضان تحول عن طريق إنه الإنسان يقصر ببرامج معينة ويكون يستناها على أحر من الجمر، واللي هي بتصدر التفاهة وقلة العقل بدل لا يستغل هذا الوقت في الأشياء المفيدة جدا اللي ممكن هذا الشهر يكون فرصتنا الذهبية نغيرها. كثير منا بربط شهر رمضان في الموسيقى المعروفة تاعت محطات فضائية معينة ولا برامج مقالب معينة أو لمسلسلات اللي بتيجي في آخر الليل واللي بتغني الناس بدل لا يروحوا يمارسوا العبادة تاعتهم أو يمارسوا أي عمل ممكن يفيدوا فيه نفسهم ويفيدوا المجتمع تاعهم فيه، بعوضوها في شغلات اللي هي جدا تافهة لا تسمن ولا تغني من جوع ولا بتفيدنا كأمي ولا إشي. وبيظل الجهل منتشر بين أمتنا وبين شبابنا واللي هم حجر أساس بناء هاي الأمة. أنا بحب أقول لكم شيء جدا مهم، أنه الثقافة هي ليست حكرا على طبقة معينة من الناس، إنما أنه كل الناس العلم والثقافة بما يقدرون عليه هو واجب عليهم، لأنه بالآخر كل إنسان أجى على هاي الأرض له رسالة معينة ولازم يؤديها. والرسالة الأولى اللي منآمن فيها إنه وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون، فهاي وظيفتنا الرئيسية في الحياة العبادة. طبعا إحنا بشر والعبادة بتتقسم لكثير شغلات، والمعرفة وتلقي العلم وأيضا تعبير وتمرير العلم هو واجب علينا. كثير ناس في هذا الشهر وجزاهم الله كل خير راح يحكوا عن العبادات وأهميتها والشغلات اللي ممكن نعملها برمضان. أنا اليوم راح أجيب لكم شيء مختلف واللي هو لا يقل أهمية عن أي شيء آخر في الحياة، إنه إحنا عنا كثير وقت في هذا الشهر، وبسبب كثير من الدول بالأساس الإسلامية بتقصر ساعات الشغل في هذا الشهر وبيكون عند الناس كثير وقت فراغ، فالفضائيات بتحاول تعبي هذا الفراغ في المسلسلات والتفاهات اللي ما بتسمن ولا بتغني من الجوع، بالعكس إنما لها ضرر جدا كبير على مجتمعنا. أنا راح أقدم لكم عدة أماكن وعدة شغلات اللي اتعبوا فيها وقتكم في هذا الشهر، هاي فرصة ذهبية. طبعا أنا كثير بنصح في القراءة بشكل عام،
بس كثير من الناس ما بتحب تقرأ وما إلها خلق تقرأ. لهيك راح أنصحكم في عدة ناس أو عدة قنوات على اليوتيوب أو في السوشيال ميديا بشكل عام في وسائل التواصل الاجتماعي، عشان تتابعوها وتشوفوها وتعبوا فيها وقتكم، نفس الوقت تستفيدوا. الشغلة النصيحة اللي أنا بحب أقولكم إياها، وهي عادي جدا مهمة، اللي لو كل إنسان كانت عنده راح تفيده بشكل جدا كبير، إنه إذا بتسمع أي مصطلح أي إشي شو مكان اللي انت ما بتعرف شو هذا الاشي، ما في اسهل منها اليوم، وما في اي عذر انك ما تفتح الهاتف الجوال او سمارت فون، انك تبحث عن هاي الكلمة او هاي المصطلح وتحاول تعرف عنه. والاشي لا يأخذ الا دقائق، يعني احنا كثير بنصرف وقت على التفاهات او على مشاهدة التيك توك او اي اشي، وبيكون صعب علينا جدا ان نيجي ندور على اشي اللي ممكن يفيدنا. اليوم راح اقدم لكم 5 قنوات او اشخاص اللي انا بنصح جدا تتابعوها على منصة يوتيوب في الاساس، اللي ممكن تفيدكم جدا. انا ما راح احكي عن صفحات او اشياء اللي هي جدا مشهورة، مثلا بودكاست فنجان اذا بتعرفوه، اللي هو فيه بودكاستات اللي هي جدا رائعة واللي كثير بنصحكم تشوفوها، الا انها مشهورة بشكل عام. فراح احكي لكم عن المحلات اللي هي اصغر واقل شهرة، انما الفائدة اللي فيها جدا كبيرة. اول حدا راح احكي لكم عنه واللي انا تابعته بالفترة الاخيرة هو الصحفي المخضرم المشهور من قناة الجزيرة، احمد منصور. احمد منصور اليوم عنده قناة على اليوتيوب واللي بنشر فيها كواليس وحلقات جدا قديمة من البرنامج اللي قدمها على قناة الجزيرة، بالاساس بلا حدود وشاهد على العصر. طبعا انا بشوف القناة تاعته فيها جزء كبير من التاريخ بالاساس لمنطقة الشرق الاوسط، وكمان بستذكر كثير احداث اللي مرت علينا واللي اثرت علينا بشكل مباشر واللي مهم جدا ان احنا نعرفها. احمد منصور كمان بيقدم حلقات جدا قصيرة اللي بتحكي عن كواليس هاي الحلقات وكواليس التقائه بعدة ضيوف اللي هم كانوا جدا مهمين في التاريخ الحديث. هو كمان كان صحفي في عدة حروب، مثلا كان فترة في افغانستان وفترة في العراق، وكمان حضر في فترة حرب البوسنة والهرسك في التسعينات القرن الماضي. فهو ذا تجربة جدا كبيرة، والحلقات تاعته بتقدر تتاخذ كأنها سرد لتاريخ الشرق الأوسط في الفترة الأخيرة، لتاريخ للأحداث المهمة. وهو صحفي جدا منصف وجدا عنده ايش يقدم، طريقة سرده جدا سهلة وممكن الكل يستفيد منه. وهو بلش بشغلة جديدة واللي هي البودكاست، قدم حلقة بودكاست واحدة لحد الآن اللي هي جدا رائعة، واللي أكثر بتحكي عن التاريخ وتاريخ الصحافي، وبتجاوب على أسئلة المتابعين. وهو وعد إنه راح يقدم حلقات بودكاست في المستقبل، مرة في الشهر أو مرة كل عدة أسابيع. ما تقولوا لي أنا شو خصني في التاريخ كل هالأشياء، هاي الشغلات أثرت علينا بشكل شخصي، كتبت الوضع اللي إحنا موجودين فيه اليوم، وواجبنا نعرف عنها، نتعلم عنها ونعلم عنها. القناة الأخرى اللي أنا بحب أحكي عنها هي قناة السبيل، قناة جدا مهمة. القناة بتستهدف عدة فئات من المجتمع، لكن هدفها الأساسي هو فئة الشباب وكمان فئة المراهقين. هاي القناة في عدة ناس اللي بيشتغلوا فيها، في مثلا إنسان اسمه أحمد دعدوش واللي هو القائم على هاي الصفحة، هو بيقدم مراجعات لكتب، بيقدم حلقات عن شغلات معينة، بحاول إنه يوضح شغلات العالم والشباب تعيننا غرقانين فيها، مثل موضوع الأنمي، موضوع اليوغا، مواضيع أخرى اللي هي جدا مهمة. أنا تعرفت على محتوى قبل عدة سنوات بإني حضرت مراجعات لكتب اللي كتبوها ناس معينين، وأعجبت بطريقة إلقائه وبالمواضيع اللي هو بطرحها، وشفت إنها جدا مهمة ومفيدة جدا، وممكن تضحط كثير من الشبهات وكثير من الشغلات المهمة اللي ممكن تتذوت عنا، ونصير نعرف أكثر عن الشغلات الغلط والشغلات اللي هاي الأم مستهدفة فيها عشان تحييدها عن الطريق الصح. نكتشف كداش العالم وبشكل خاص أمتنا مستهدفة في صناعة التفاهة، واللي صار إلها صناعة تقدر في مليارات الدولارات، اللي بتأثر اليوم على تفكير الكل وعلى أساليب حياة الكل، واللي هي سبب جدا رئيسي اللي أدت للتخلف تاعنا اليوم. القناة فيها مثلا إنسان اسمها نورة أردوغان اللي بتستهدف فئة الشابات أو الأمهات الصغار في الجيل، بتقدم نصائح أسرية. الإنسان الثالث اللي حابب أحكي عنه واللي هو منتشر كثير في الإنترنت هو الدكتور عبد الله النفيسي. عبد الله النفيسي هو دكتور في السياسي، انشهر بالفترة الأخيرة بسبب آراءه السياسية وتحليلاته اللي هي جدا منطقية، وبسبب معاصرته
وتاريخه الحافل اللي عاصر كثير رؤساء وكثير فترات انتقالية في فرط منطقة الشرق الأوسط. هذا الإنسان في عدة برامج اللي كان حاضر عليها، كان حاضر في برامج لأحمد منصور في الماضي، واليوم في سلسلة لجريدة القبس الكويتية مع عمار تقي، بيجي بأخذ عبد الله النفيسي وبسأله عن سيرة ذاتية وعن كل الشغلات اللي عاصرها وعن أهراء وعن شغلات اللي كانت في كثير فترات اللي عاصرها عبد الله النفيسي، مثلا الفترة الناصرية في مصر، وبحكم أنه تعلم في مصر في الفترة الناصرية وكمان في الجامعة الأمريكية في بيروت، والفترات اللي هي كانت جدا محورية في تاريخ الأمة مثل غزو العراق للكويت، حرب الخليج الأولى، حرب الخليج الثانية، وتحليلاته السياسية اللي هي جدا منطقية. ممكن تدوروا هذا الإنسان في اليوتيوب، تحضروا المقاطع تاعته، تحضروا كمان المحاضرات اللي بيقدمها واللي هي محاضرات جدا قيمة، والإنسان بيقدر يستفيد منها بطريقة جدا رائعة. هاي القنوات اللي أنا لحد الآن قلت لكم عنهن، يعني ما في حسب رأيي طريقة أحسن عشان تقضي وقتك من إنك تتثقف بدون ما تبذل أي جهد في التركيز أو القراءة. خلص بتحط الإشي بتسمع، بدل تحضر مسلسل تحضر أي إشي اللي ممكن يلهيك ويعملك إنسان أكثر رفاهة. هاي الأشياء ممكن إنها تثقفك وتطور الفكر تبعك عشان تصيروا تفهموا العالم كيف الغرب بحاول يعجننا زي المعجون ويحولنا لإله، وكيف إحنا ممكن نفهم الأشياء وما نرضخ وما نستسلم لكل هاي المحاولات اللي هي بتحاول تشكلنا وبتحاول تلغي شخصيتنا وتحاول تحولنا لإشي اللي هو هجين ولا مرة كان موجود في التاريخ. القناة الرابعة اللي راح أقدم لكم إياها هي قناة رواسخ، قناة جدا رائعة فيها تقارير جدا قصيرة عن مواضيع اللي هدفها تشويه الأمة الإسلامية بالأساس، أو شغلات اللي ممكن تفيدنا. بتحكي عن المشاكل والمشاريع اللي بتحاول تستهدف الشباب المسلم المحافظ، وتحوله من شاب اللي تربى على قيم معينة لإنسان يساري غربي، وتحاول تقتلعه من كل الأساسيات اللي تربى فيها. بهاي القناة كل هالأشياء بتتوضح، وكثير بعملوا تقارير وفيديوهات مهمة جدا اللي هدفها تبين كل هاي المشاريع الظلامية اللي بتحاول تستهدفنا وبتحاول انها توجهنا للطريق الصح. قناة جدا بنصح فيها بالأساس لفئة الشباب والمراهقين اللي هم بفترة جدا مهمة وجدا صعب، هم واقفين على مفترق طرق وبيقرروا حاليا شخصيتهم لعدة سنين متقدمة لقدام. قسم من هالقنوات اللي ذكرتها قبل أثرت علي وعلى تفكيري أنا بشكل شخصي، وممكن كانت ترشدني بقسم من الشغلات، فأنا بحكي لكم هالأشياء من تجربة شخصية واللي بحس إنه كل إنسان ممكن يستفيد منها. الإنسان الأخير اللي أنا بحب أحكي لكم عنه هو اسمه مهنا حمد المهنا. للأسف بيصور في إمكانيات جدا بسيطة، في تصوير اللي هو جدا بدائي وجودة التصوير مش أحسن إشي، إلا إنه المعلومات اللي بيقدمها هي جدا قيمة. هذا الإنسان بيحكي تاريخ، كل مرة بأخذ موضوع مختلف، وهو قارئ جدا كبير للتاريخ العالمي. ممكن يحكي لك عن الثورة البلشفية، عن الثورة الروسية، عن الثورة الفرنسية، عن تاريخ أمريكا، عن تاريخ الشرق الأوسط، الحرب العالمية الأولى، الحرب العالمية الثانية، حروب مختلفة، الدول العثمانية، الدول الأموية، العباسية. كل مرة بأخذ موضوع بتناوله بشكل مبسط، بصرده على الناس. هو بشكل عام بقعد في الديوانيات واللي هي المجال استعادة الرجال في الكويت، وهو بيصور حاله وبيرفع المقاطع الخاصة فيها على يوتيوب. هي محاضرات جدا موجزة وكثير ممكن تستفيد منها، وبلخص كثير شغلات اللي بدنا كثير كتب عشان نتعلمها وعشان نعرفها في فيديوهات قصيرة ورائعة ومفهومة وممكن تساعدنا كثير. حسب رأيي هذا الإنسان لمعرفة التاريخ وعشان نعرف أكثر وأكثر، بنصح كثير إن نتعلم منه. هاي رسالة أنا حبيت أوصلكم إياها في شهر رمضان الفضيل، اللي هو فرصة ذهبية عشان نغير كثير وعشان نطلع أشخاص غير اللي فتنا عليه، نفوت بطريقة معينة وفكر معين ونطلع غنيين من جوا وملانهين وعنا كثير إيش نقدم، نعلم ونتعلم، نتعلم كيف نحسن من حالنا ونصير ناس مثقفين أكثر وناس عارفين أكثر وناس أقوياء وفكرنا مستقل وما حد بيقدر يسيطر عليه. تجارة التفاهة كانت بتنال منا بشكل جدا قوي، إلا إنه إحنا لازم نتصدى لها ونكون أقوى منها. بحب أقول لكم إنه العلم والمعرفة هي عبادي، والرسول وبالقرآن وصوا علينا كثير على العلم وعلى تلقي العلم. لهيك بحب أقول لكم إنه مهم الاجتماعيات، مهم صلة الرحم، مهم تلتقي بالناس، لكن
لا تقضي سهرتك على الشغلات التافهة، لا تسهر على الصبح بس تحضر مسلسلات، لا تقضي وقتك في انتظار وقت الافطار فقط في الاشياء التافهة او كل اشي اللي هو مضيعة للوقت، بالاضافة للعبادات اللي لازم نكثفها في هذا الشهر. هاي الاشي جدا اساسي وفرصة ذهبية عشان نطلع من هون ناس احسن من قبل. اخيرا بحب اقول لكم تقبل الله طاعتكم من صيام وقيام، وبتأمل انه الرسالة وصلت وصلوها كديش لعدد اكثر ناس. هذا الاشي جدا مهم، في امان الله.